لمهاراته الشخصية في عالم التصوير، مستعرضا بعضا من نماذج صوره المشهورة وأفضل أعماله مثل فيلم غواص غزة، موضحا حرص الجائزة على تحقيق أهدافها في نشر المعرفة للموهوبين. مثل ما قلت لك أختي، الدورة هذه تتكلم عن هوية المصور اللي هو موجود في 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 مجال التصوير الفوتوغرافي. كيف المصور يبدأ طريق الاحتراف، كيف هو يتعامل مع جهات محترفة، كيف هو يبدأ الصورة من بدايتها لين نهاية معالجة الصورة هي تكون بطريقة احترافية في التعامل مع الصورة، وليس أنا ما أقصد أدوات تعديل الصورة، أنا أتكلم كيف المصور يتعامل مع شخصه أو مع فنه باحتراف في أنه يوصل الفن هذا للعالمية. شملت الورشة أساسيات لفن التصوير، وتطرق بن ثالث أيضا إلى بعض مبادئ واتجاهات هذا الفن، مقدما نصائح للمبتدئين ليخطوا بثقة نحو عالم التصوير الذي بات اليوم أحد أهم العناصر في التواصل بين الشعوب، بالإضافة إلى كونه فن يحاكي باقي الفنون في مبادئه ورسالته التي يمكن أن تختزل في مضمونها. طبعا الورش هي معروفة عادة يعني تطور أفكار المصور، طبعا اللمة هاي طبعا الواحد يتعرف على المصورين وخاصة المدرب، طبعا دائما يعطي تجربة. احنا المفروض نحضر لأي تجربة لأي مصور سواء صغير أو كبير، احنا دائما نستفيد من كل المصورين. تؤكد جائزة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي في نسختها الثانية تحت عنوان جمال الضوء، والتي بلغ إجمالي المشاركين بها قرابة 19,000 مشارك لهذا العام، تؤكد على مضيها قدما في إنشاء قاعدة عالمية المستوى للمبدعين وصقل مواهبهم. ويذكر بأن الجائزة التي ستعلن عن فائزيها في مارس المقبل قد رفعت من عدد جوائزها إلى 21 جائزة، وذلك مع الزيادة المطردة في عدد الصور المشاركة والتي بلغت 26,000 صورة تقدمت للجائزة من جميع أنحاء العالم.